بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المحاضرة السابعة من التصميم اليدوي للخرسانة حسب الكود الأمريكي ICI 318M14، أو كان المثال مادتنا على خروجا قليلا عن الـ ICI 318 إلى ICI 318، يعني واحد بالـ M والآخر بدون M، يعني بوحدات المتريك والآخر بوحدات الـ US Customary، يعني إنش وفوت بدل متر كيلو نيوتن. إحنا المثال اللي إحنا حليناه في المحاضرة السادسة هو كان على التحليل لهذا البيم الوسطي بيم 3 بدون استخدام الـ coefficient method، وإنما باستخدام الـ distribution moment method. وكان وصلنا إلى نهاية التحليل، وجدنا M negative و M يعني M negative exterior و M negative interior. احنا خلونا نحسب الـ M negative الـ M positive. أني كنت حسبتها في المحاضرة لكن بسبب السرعة لحتى لا تأخذ وقت أكثر فحسبتها بطريقة خاطئة، نسيت أجمع العزوم، وإنما أخذت فقط الحمل بدون عزوم. كان المفروض أضيف العزوم في التحليل، لذلك راح نرجع نحلل النيجاتيف البوزيتيف، نوجد البوزيتيف بطريقة التحليل. وهنا يسألون الأخوة، يقول لي هنا طلع نيجاتيف وهنا طلع بوزيتيف، ليش أنت تتاخذ هذا نيجاتيف؟ بس راح أشوفكم ليش هذا ناخذ نيجاتيف في التحليل. أني كان عندي عتب طوله 40 فوت، أوكي، عليه حمل distributed load وعزم سالب وعزم موجب في النهايات. بعكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة، وهنا الحمل مقداره ال W 3.48 كيلو فوت. Okay.
وهذا العزم اللي احنا مقداره 301.6 كيلو فوت. تمام، 301.6 كيلو فوت، والآخر هنا هذا 542 45.2. تمام، هسه تاني راح احسب هذا الرياكشن اللي هنا ايش قد. مقداره الرياكشن هنا يساوي خلينا نجي نحسب الرياكشن. راح اسميها النقطة هي اسم النقطة 2 والنقطة الأخرى 5. رياكشن 2 يساوي هذا العزم موجب زائد هذا العزم ناقص هذا العزم مقسومة على المساحة، على المسافة. فراح 3.48 مضروبة في 40 الطول بس تربيع على 2. ليش تربيع؟ 3.48 في 40 صار concentrated في نصف المسافة، هي 40 على 2، ف40 في 40 على 2 فصير 40 تربيع على 2 بلس 545.2 ماينس 301.6. هذه كلها مقسومة على المسافة اللي هي 40، يعني R2 تساوي 75.69 كيلو. طيب أنا هنا بس حتى نتأكد من تسمية الرياكشن، كنت أخذ هنا، ليش داخذ هنا لهاي نقطة 2؟ يعني الرياكشن اللي نحسب هو نقطة 5 وليس 2. هذا راح يسبب عزم موجب على هاي النقطة مع قارب الإسعاف، ينجمع. أما في هاي النقطة ينجمع مع 301، فهاي اسمها R5 وليس R2. طيب R2 من الصميشن اف واي، سيجما اف واي يساوي صفر. 3.48 في 40 ماينس 75.69، هذا يعني انه ال R2 تساوي 63.51 كيلو. طيب الآن راح نحسب الشير مومنت دايجرام، نرسم الشير مومنت دايجرام. تمام، وراح يكون بهذه الصيغة هنا. مقداره R1 R2 اللي هو 36.51 كيلو، وهنا مقدار سالب
75.69 كيلو. المسافة هذه المسافة x راح أسميها هنا، هاي المسافة x. طيب هذه المسافة x، المسافة x تساوي هذا الرياكشن 2 على مقدار W R، عفوا R2 على 3.48. هذا يعني انه X تساوي 63.51 على 3.48، و X تساوي 18.25 فوت. فإذا المسافة هي 3.25 فوت، عفوا 18.25 فوت. راح نرسم المومنت دايجرام. هنا أول نقطة اكو عزم سالب، أوكي راح يكون العزم سالب. طبعا هنا راح يصير الماكس عزم الموجب، أوكي راح يصير بهذا الشكل. ثم بعد ذلك يبدأ بالتزايد ويتناقص. هذا هو الـ bending moment، والآخر الشير. هذا قيمته بالسالب، أوكي سالب. هنا راح يكون هذه القيمة زائد مساحة الشير، أوكي. فالـ mu positive يساوي minus 301.6 plus 63.51 مضروبة في 18.25 على 2. هذا يعني أنه الـ mu positive، تساوي ميتين وسبعة وسبعين بوينت ناين ثري كيلو فوت. أكو طريقة تقريبية بدون اللجوء إلى حساب الشير مومنت دايجرام، بس طبعا كل الأحوال أنت راح تحتاج ترسم الشير مومنت دايجرام لسبب راح أذكره بعد قليل. إحنا الـ mu positive ممكن انه تحسبه m not، اوكي minus m mu exterior plus mu interior على 2. ال m not هو عزم ما simply supported بيم و دبليو سكوير. هذا يعني انه ال M نوت يساوي 3.48 في 40.2 على 8. M نوت تساوي
فالاميو بوزيتيف تساوي 696 - 301.6 بلس 545.2 على 2، ميو بوزيتيف تساوي 272.6 كيلو فولت. هذه بطريقة تقريبية ممكن أنه تحسب المومنت. طيب ليش أنا قلت تحتاج أنه ترسم الشير مومنت دايجرام؟ هنا السبب أنه نحن نرسم الشير مومنت دايجرام بسبب متطلبات الكود الأمريكي. احنا يقول لك الفاكتورد مومنت، فاكتورد مومنت فور بيمز بولت انتجرالي with supports، يعني الجدار او العمود مبني بشكل مترابط، يعني حديد متعاشق مع حديد التسريح مات الكولوم. MU at the support shall be permitted to calculate at the face of support. نحن هنا هنا من دون نحسب at the center وليس at the support الface مات support، فنحتاج انه نطرح المومنت، نحتاج انه نطرح استاذ at the center وليس at the face، فيحتاج انه نطرح حتى نحسب. فهنا نحسب ال m u negative exterior exterior يساوي at face of support يساوي ناقص 301.6 plus 63.51. راح نجي هنا أول مسند الكولومز مالته، والكولومز مالته هو 20 إنش، يعني نصف 10 إنش، حتى نحوله بالفوت نقسم 10 على 12 في 10 على 12، هذا يعني أنه القيمة تساوي 248.675 كيلو فوت. وبالنسبة للام يو نيجاتيف ماتيريال ات فيس اوف سبورت تساوي ناقصا 554.2 بلس. هنا راح يكون نجمع هذا الرقم، اوكي 75.69 مضروبة في، راح نجي الى الكولوم الثاني هنا، اوكي هو 24 نصها 12 مقسوم على 12 يعني 1، تمام. في 1 ويساوي سالب 469.51 كيلو فوت. فإذا أني هستا عندي نسوي جدول هنا مثل السابق، بس نحتاج هنا المومنت والفاي والدي والبي حتى نحسب الاي والاي ماكس والاي اس والاي اس مينيموم والسي والابسلون تي. فراح ندخل القيم، القيمة الأولى 248.675، وهنا
69.51. وهنا ندخل قيمة ال positive 277.93. راح نفترض أنه الفاي أولية 0.9 0.9 0.9. أوكي الكفر دي دي يساوي الإدج اللي هو 24، تمام. هنا هذا 24، ناقصا الكفر ناقصا الحلقة، تمام. القطر راح نستخدم طبعا هنا use number 8 parts. number 8 يعني شاشة بالإنش، يعني 25 ناقصا number 8 ناقصا طبعا 4 parts and number 3 4 T-Robs. اوكي ناقصا number 3. تعالوا هنا خلي نشوف ال ACI كود 318 14. ايش قد ينطي الكفر؟ الجدول 20.6.1.3.1 specify concrete cover for cast in place وليس precast. هاي أول فقرة وهو non prestress concrete members. احنا اللي يكون دائما متصل مع التربة، اوكي، مثل الأساسات يعني اقصد بيها احنا اللي يتعرض إلى إجهادات الماء والتربة، اوكي، to weather. weather يعني الجو الأرض، وإحنا اللي ما يتعرض إلى الجو أو ما عنده تماس مع الأرض، وهو طبعا بيم. أوكي primary reinforcement والتايز مالته والكفر 1.5 إنش. فنرجع إلى هنا دي تساوي 24 ناقص 1.5 ناقصا طبعا هاي الفاي نصف الدي بار، تمام، نصف الدي بار. اوكي وقلنا انه الفاي 8 نمبر 8 هو 1 انش. شلون نحسبها؟ نقسم النمبر على 8، يعني استاذ نمبر 3 على 8، اوكي، يصير 3 على 8. هذا 8 على 8 واحد. 3 على 8 إذا أضربها في 25.4 راح يطلع تقريبا 10. أوكي فهي الحلقة من 10، فاحنا ناقصا 1 على 2 وناقصا 3 على 8. أوكي 3 8 الإنش. هذا يعني إنه دي تساوي 21.625. هاني راح استخدم 22، هذا صغير واي، هذا صغير واي، فممكن انه كله neglected. اوكي فاحنا راح استخدم دي 22 22 22. البيم مالتي اني ارضى
16، تمام؟ وهو بيم تي بيم، تمام؟ الكود يقول لك إذا كانت الريجهاد سالب، يعني المومنت سالب، فإن الفلانجة هي اللي راح تكون بالتنشن، تمام؟ بما أنه تكون الفلانجة بالتنشن، منطقة التنشن بالكونكريت تهمل، فأعتبر أنه المنطقة في العزم السالب أنه هي ريكتانجل بيم، فتأخذ 16. بالنسبة للبوزيتيف راح تشيك هل هو تي بيم ولا ريكتانجل بيم بعرض البي افكتيف. خلي بس أول شغلة نشيك الأيات. أي الدي هي 22 ماينس جذر 22 تربيع ماينس 2 في الام يو بوحدة الكيلو فوت، اضربها في 12 حتى تصير كيلو انش، لأنني بوحداتي كلها بالانش، مقسومة على 0.85 في ال اف سي برايم 4000 بي اس اي. 4000 بي اس اي، ال 4000 بي اس اي اذا قسمها على 1000 راح يصير 4000 كيلو انش، فاضربها في 4 في 0.95 في ال بي 16 راح تطلع 2.97، والأي ماكس هي 3/8 في الدي 22 في البيتا 1.85 تطلع 7.01. بما أنه الأي أصغر من الأي ماكس هو سينجل، أوكي، فراح أجي هنا الام يو 248.675 في 12 تصير بالإنش، 0.9 في الـ FY 60,000 PSI يعني 60 KSI نقسم على 1000 حتى تصير بوحدة الكيلو إنش، في الـ D 22 ماينص الـ A 2.97 على 2 راح تطلع 2.69 إنش سكوير. الـ AS مينيموم، اي اس مينيمم من اما اخذه من ال 314 بدون ام او من الام. شلون اجيبه من الام؟ اروح بنهايه ال نهايه الكود منطيك القوانين بالاس اي متريك وبالام كي اس وباليو اس كاستمري. نحن نتذكر انه ال اس مينيمم للبيم هو هذا القانونين، فهنا اكو القانونين هنا، اوكي، وقلنا انه اذا اصغر من 32 ميجا باسكال تستخدم اي، وال 4000 هي 28. تعالوا هنا شوفوا ال 4000 في اس اي 28 لحد ال 5000 تقدر تستخدم ال 1.4، فما دون تستخدم طبعا تستخدم ال 200 عفوا. فاذا هو القانون مالتي هو 200 على اف واي في بي ويب. بي ويب احنا البي ما يتاثر، بس احنا اذا طلعت عندي البي افكتيف يعني هو كريكتانجل بالبي افكتيف ما اجي استخدم البي المعطاه، احنا استخدم 16. فهو 200 على اف واي قلنا هي 60000، اوكي، في البي ويب 16 في 22 راح تطلع 1.17، اوكي. واذا نشيك الرقم الثاني المفروض هو اكبر، الاكبر بين الاثنين، راح نستخدم 3 جذر 4000 على 60000 مضروبة في 16 في 22 راح تطلع 1.1، فتقدر تستخدم ال 1.17، وهذه أكبر، فإذا تستخدم الـ AS هاي. البارز أنا قلت راح أستخدم فاي 8 1 إنش، مساحته باي في R في D تربيع على 4 يعني باي أوفر 4 في 1 تربيع تطلع 0.785. إذا قسم 2.69 عليه
راح يطلع لي 3.4، فإذا استخدم 4 ربو الثمانية. نجي هنا تشيك هذا، الدي 22 ماينس جذر 22 تربيع ماينس 2 في 4 6 9 بوينت 5 بوينت في 12 بوينت 85 في بوينت 9 في البي 16 في الاف سي برايم 4، راح تطلع 6.07، اصغر من الاي اي ماكس ايضا مينيموم. راح اجي 469.51 في 12 بوينت 9 في الاف واي 400، عفوا 60 ألف كيلو إنش، في دي 22 ماينس 7.01 على 2 راح تطلع 5.64. احنا ندخل 60 KSI اوكي، واحنا تضربه في 12. احنا هذا اذا قسمه على 0.785 راح تطلع 8 او 7 اقول 8، ويبقى عندي بس خلي نخزن. يبقى عندي البيم اللي هو في البوزيتيف، شلون راح نسوي البوزيتيف؟ لازم نشيك الام فلنجر اوكي، شلون اني اشيك البي يعني مالت ال هو تي ولا ريكتانجل. راح اجي اخذ البي افكتيف هي 130.5. احنا الاي اي تساوي دي ماينس جذر دي تربيع ماينس 2 ام يو على 2 ام يو على 0.85 اف سي برايم بي فاي. هذه البي راح تكون هي البي افكتيف اوكي، والاميو هو البوزيتيف. راح نحسب الاي، الاي ايش قد الاي؟ الاي راح تكون الدي مالته هو 22 ماينس جذر 22 تربيع ماينس 2 في 277.93 في 12 على 0.85 في 0.9 في 130.5 في 4، راح تكون الاي 0.3 4.38. هذه بكثير أصغر من ال edge flange أو ال slab thickness اللي هي 8 inch أوكي. فإذا هو beam rectangle راح يكون هنا 130.5، ال اي 0.38 و ماكس 7.01 هو سنجل. ال اس راح نحسب ال اس 277.93 في 12 0.9 في 60 في الدي 22 ماينس 0.38 على 2 راح تطلع 2.83 1.17 أيضا. ليش 1.17 أيضا؟ قلنا بي ويب وليس بي فلانجا. راح تكون 200.83 على 0.8785 أيضا 4 أبو 8. هسه راح نشيك الابسلون مالتنا،
سي هي اي على بيتا 1 2.97 على 0.85 3.49 واحنا 0.38 على 0.85 راح تكون 0.45 واحنا 6.07 على 0.85 تكون 7.14 نحسب الإبسيلون اللي هي دي ماينس سي 22 ماينس 3.49 على 3.49 في 0.003 0.0159 أكبر من 0.005 فإذا 0.9 صحيح الفرضية الأولى. الفرضية الثانية دي اللي هي 22 ماينس 0.45 على 0.45 في 0.003 راح تكون 0.147 أكبر فإذا أيضا 0.9 واحنا 22 ماينس 7.14 على 7.14 في 0.003 وراح تكون 0.006 أكبر من 0.005 أوكي فإذا أيضا 0.9 مالت. طيب هسه شلون راح نسرح التسريح مالت هذا البين. اوكي راح نجي هنا نرسم البين مية وثلاثين بوينت فايف ثمانية ثمانية ومن المنتصف ننزل 24 24 الأرض مالته 16 في 8 24 8 أنا هذا البين مالتي الكفر مالت البين نحن شقد أخذنا سي وفاي ثمانية نمبر ثمانية على اثنين وأحملنا نمبر ثلاثة فواحد ونص ونص فيطلع اثنين فراح أسوي أوفسيت أخذ هذا اثنين 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 هذا الآن راح نرسم دايمتر دايمتر واحد اوكي النيجاتيف هنا قلنا عفوا قد يرسمها بصيغة تان تان راديوس وانتبه انه راديوس 0.5
point five. تمام. قلنا أربع أشياء، إذا راح أخذ هذا أسوي divide أربعة، وراح أجي أرسم واحد واحد. تمام. طيب دائما نحتاج في المنطقة المضادة الرئيسي شيشين على الأقل حتى نرسم نمسك الحلقة. طيب بس لازم أتشيك ال distribution مع ال S. طيب هل هذا أسلوب الرسم صحيح؟ أكيد طبعا لا، والأغلب للأسف يجي رسم يرسم هكذا، خلينا نمسح هذا، يرسم هكذا و يروح يعني تعبه هدر. الكود الأمريكي، الكود الأمريكي احنا شو يقول لك؟ يقول لك if flanges of T beams are in tension، يعني إذا كانت الفلانجة هي معرضة للتنشن يعني negative moment، part of bounded flexure tension حدود الفليكستشر، يعني هذا أنا معقولة أنه هذه بس هاي المنطقة اللي راح تتفطر؟ لا أكيد، فلازم تكون الحلقة على شكل T، حلقة مالتي على شكل T، وهذا بالتنفيذ ما ينفذه وهذا غلط. reinforcement shall be distributed، يعني التسليح راح يوزع over an effective flange width. هنا صار عندنا effective flange width، يعني effective be effective أو be flange as defined in accordance with 6.32، يعني البعد ال effective okay. اللي هو معرف ب 6.3.2، اللي قلنا إذا كان T 8 على H و SW على 2 LN على 8 تتذكروا هاي الفاكتورات، but not wider than LN over 10، يعني ال B effective مالتي هنا for distribution B for negative moment بيساوي من بي فلانجة اللي تساوي 130.5 انش أو ال LN على 10، واللي يساوي ال LN ال effective. نرجع احنا هذه 40، نص الكولوم منها ونص الكولوم منها، يعني 24 زائد 20 على 2 اقسم على 12 اوكي، 40 ناقص انسر راح تطلع 38.167، 38.167 اوكي على 10. انتبه انه هذه الوحدة فوت، فاضربها في 12 ويساوي
4.5.8 inches. معناتها البي مال distributed وأسميها بي اس. راح تكون هي inches. تمام. والكود أعطيني maximum spacing و minimum spacing. minimum spacing إنه تكون المسافة بين بين يعني قطر وقطر ما يقل عن دي بار. طبعا هي بيها 3 شروط ما موجودة بعد الكود، موجودة بكودات أخرى ممكن إنه نستفاد منها، راح نحكي عليها إن شاء الله. هنا الكود يقول لك الـ Smax Smax تساوي المينيموم، أيضا فيها شرطين. هو الشغلة أجي أنتبه إنه هو بري ستريس ما بري ستريس، إحنا كومبايند يعني حدايد تسريح مع بري مع الوايرات مع البري ستريس. هو بس ده، هو بس حدايد تسريح أو وايرات، يعني واحد من الاثنين. فهو هذا مالتنا ليسر اوف 15 15 في 40 ألف على اف واي اوكي ماينس 2.5 سي سي. ويسر 15 في 40 ألف على 60 ألف اوكي في 2.5 هنا بلس ماينس، عفوا ماينس قانون ماينس. انت ما يحتاج تحفظ اي قانون، اذا عندك الكود ممكن انه ترجع الى الكود امامك وتطبق، بس بشرط انه تعرف وين القانون. السي اس هو الكونكريت كفر اللي هو 1.5 ويساوي six point two five inches. أربعين على ستين في 15 ناقص 2.5 في 1.5 6.25. أو هنا عفوا ليست الـ FY وإنما FS. الـ FS من وين راح أجيبها؟ الكود يقول لي الـ FS هي ثلثين الـ FY. أوكي هذا يعني أنه الـ FS يساوي 2 على 3 في 60 ألف. وراح تطلع FS تساوي 40 ألف في PSI. فهنا هذا 40، فمعناته 15 ماينس 2.5 في 1.5 واللي هي 11.25 inches أو 12 على 40 ألف أوكي في 40 ألف على FS وتساوي 12 في 40 ألف على 40 ألف وتساوي 12 inches. فطبعا الـ Smax تساوي 11.25 inches. طيب بس تنجي إلى الأوتوكاد نرسم الرسم الصحيح.
اوكي راح نرسم الرسم الصحيح. اوفسيت اثنين كفر، اثنين كفر، اثنين كفر، اثنين كفر من المنتصف. راح آخذ 46.8 على 2، عفوا 45.8 على 2 هي 45، وهي 46.8 على 2 22.9. هنا offset 2 فإذا الحلقة مالتي راح تكون بهذا الشكل في النيجاتيف، أوكي؟ في البوزيتيف لا، في البوزيتيف أخذها على أرض البي ويب، أوكي؟ فإذا إحنا راح أجي هنا بالكورنرز، أحط كورنرز. اوكي 0.5 هنا ايضا 0.5. انا اختار واحد عندي بالنيجاتيف اللي هو ابو السبعة، اريد اتشيك انه هل هو يتجاوز الاس ماكس ولا الاس مينيموم حتى يصير دبل لاير. اوكي فاذا احنا لازم اتشيك مقدار الاس، شلون احسب المسافة. راح اجي شو اسوي، اخذ مقياس اقيس هذه المسافة. اوكي طلعت 44.8 تقسيم كم شي شيم 7، يعني كم مسافة بيناتهم 6، تمام؟ لأن 7 ناقص 1 6، فتقسيم 6 تطلع 7.4 أصغر من الـ Smax. هذا هو الـ OK، تمام؟ عفوا هنا أخذ المسافة الصافية، المسافة الصافية وهي هذه، فهي 43.8 أقسم على 6 تطلع 7.3. أوكي طيب فإذا هذه هي المسافة، سواء أخذت من السنتر إلى السنتر أو الصافية. فأنت الآن ما تتجاوز الـ S max. الـ S minimum، الـ S minimum هو الـ D bar زائد الـ max الأكبر بين 1 إنش أو الـ D bar نفسه أو 1.33 مضروب في الـ maximum aggregate size.
طيب هذا يساوي دي بار مالتي يعني 1 إنش، دي بار التسريح الرئيسي وليس التسريح للشير. إذا افترضنا أنه هون إذا أستخدم 0.75 ثلاثة أرباع الإنش، فإنه هذا راح يطلع 1 أيضا، فمعناته أنه الإس مينيموم تساوي 1 زائد 1 اس مينيموم تساوي 2 إنش. فأنا الاس مالتي المحسوبة 6. عفوا ايش قد كانت؟ أخذت منها ولا الصافية؟ خذها منها 4.88 تقسيم 6 7.5، فهي أكبر. أوكي الـ S provided تساوي 7.46 inches. أوكي هذا يعني أنه الـ S minimum أصغر من الـ S provided وأصغر من الـ S max. إذن أوكي، فإذا هذا هو التسريح بالنسبة للتي بيم. ظل عندنا نوجد الشير والتورشن إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة سنتكلم عنها، ولكن قبل أن نتكلم عنها، هل هذا الحل صحيح؟ الجواب قطعا لا. لماذا؟ بعد كل هذا التعب وكل هذا وحللنا هل الحل صحيح؟ بالنسبة للـ ACI كود الحل غلط. ليش الحل غلط بالنسبة للـ ACI كود؟ طيب نحن هسه جايين نصمم على الإلاستيك وليس البلاستيك. في حال أنه استخدمت المقطع بأبعاده الكلية فإنه سوف يظهر كراكس. من يظهر أي كراك، أدنى كراك يتحول البلاستيك إلى بلاستيك. ليش؟ لأنه من ظهر كراك مستحيل الكراك يروح ويرجع إلى وضع الطبيعي الكونكريت. فإذا من ظهر كراك انتقلنا من حالة الإلاستيك إلى حالة البلاستيك. فالكود يقول لك يجب أنه تخفض من خصائص المقطع، يسمونه modification للسكشن، modifier section. هذا المقطع حسب الكود الـ MBK في table 6.6.3.1.1 يقول لك بالبيمز يجب أن تستخدم 0.35 من الاي وليس الاي الكلية، والكولوم تستخدم 0.7، وإذا عندك وول تستخدم 0.7 و 0.3، وإذا عندك فلات سلاب أو فلات بيم فلات بليت تستخدم 0.25. طيب هنا معناته أنه يجب أن يعاد الحل على التخفيض القيم. أوكي هنا عندي هذا آني مخفضة. أوكي لاحظ اختلاف الـ MU، هذا صار 265، 301، 563، 45، 281، 277. فإذا نحن نعتمد على هذه القيم. أوكي راح أجي أسحبها. هذه هنا و
آخذ التسريح، وربما راح يطلع نفسه وربما ما يطلع نفسه. بس هنا هذه عد السبورت، اوكي. فهنا اريدكم انتم هذه الاميو بوزيتيف احذفها. هنا عد السبورت، اوكي. فانت راح تقوم بحساب الام بوزيتيف، وتحسب الشير، ومن الشير تحسب الام عد المساند وليس عد السنتر، وتصمم عليها، وتحسب الاس مينيموم والاس ماكس، هذا واجب لك، اوكي. فهذه الفقرة مهمة، هاي الفقرتين مهمة رجاء، يا منفذ ويا مصمم. الفقرة الأولى أنه حلقة الشير وتوزيع الأقطار في المنطقة اللي تعرض إلى إجهاد تنشن بالفلانجة. لا تقول أنه هون أكو سلاب وتسليح السلاب، لا، يتداخل التسليح مالته مع تسليح السلاب، وهي عملية مزعجة نعم نوعا ما، ولكن الكود هكذا يصرح، الكود يعرف ايش دا يسوي. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية يا مصمم، خفض ال اي مالت سكشن رجاء، والا انت دا تصمم البلاستيك، وانت من خرجت من الالاستيك الى البلاستيك صرت من لينير الى نون لينير، فلازم من تحلل تحول الكيس مالتك من اذا تستخدم برامج وما خفضت، يجب انه تحول اللينير الى نون لينير، عفوا نون لينير، ويصير الحل مالتك هناك بطريقة معقدة، لان البلاستيك مو هين، بلاستيك الحلول المعادلات مالته مو هينة. فانتبه الى هاي الفقرتين. في حالة البوزيتيف لا، الحلقة راح تكون مثل ما رسمناها اول مرة، لانه هنا البوزيتيف مومنت يصير تسليح من الاسفل. فأيمتى ما تسلح من الأعلى فانتبه إلى هاي الحالة. إذا صار عندك دبل سكشن يعني دبل رينفورس، فراح يصير تسليح نحو الأعلى، فأيضا تأخذ نفس الشيء هنا. فأنت متى ما يطلع عندك تسليح نحو الأعلى يجب أن تكون الحلقة مالتك بهذا الشكل. هذا ما لدي في محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.